ماتش اميكال معناها ميتون الاول معناها ثم برشا حاجات بوزيتيف. مازلنا عندنا كيما قلت لهم كي تدخل في الزون الفرسيه لازمنا اكثر معناها موفمون واكثر اكثر معناها بيرميتاسيون اكثر ترونكولاسيون باش تباهت المنافس وتاخذ برشا البروفوندور. الكوتي هذا اللي تعرف لازم شويه وقت تعرف ديما اسهل حاجه تنجم الانيماسيون ديفونسيف وتسيفي تحسن الانيماسيون نتاعك ديفونسيف. الانيماسيون اوفونسيف لازم شويه وقت خاطر لازم برشا دونترمون باش يشوف راك الاوتوماتيزم لي موفمون جينيرال ما بين الجروب الكامل. شغل الكوتي هذا نعرف كيفاش نحسنوه بروغريسيف قاعدين نتحسنوا سورتو كوتي فيزيك معناها الحاجه الباهيه اللي بينيفيك اللي ربحناها. قلت لهم ستاج سي با فاسيل مش تخرج بدو ستاج معناها ما سون بليسيور الحمد لله ربي حبنا ليفيكتيف كامل ناقصنا لي زيترونجي يمشيو يلعبوا في بلادهم تبلوكي وسلم على لي زيترونجي زيد لي جروب ياخذوا اكثر ثقه وزيد النيفو يطلع اكثر وسلم. قلت ربي نكونوا حاضرين برومي ماتش. كوتش كان مقابلات وديه تاجل اللقاء الاول كان هناك هل هناك مقابله وديه؟ اي هذاك سوا سنه شويه اشكاليه مشينا احنا ديجا شويه لوطار في بلم سلام بتروا كات ماتش لقينا كان دو ماتش معناه الحمد لله معناها لعبنا دو ماتش هذوما مشينا نكملوا معناها ماتش اخر دوميسيل وجات في صالحنا تاخير تاع الشامبيونا نكملوا اكثر معناها تعرف لونترومون من غير ماتش ما يعطيك حتى شيء. الماتش هو اللي كل شيء هو اللي مش يعطيك الحقيقه تاع لونترومون نتاعك. لونترومون مشى لك ولا صار قلت ربي ماتش اخر وصار كيما قلت لك معناها الاوبجيكتيف نتاعنا نوصلوا له نبداو بريمي ماتش نبداو حاضرين 100% تعرف الشامبيونا راه السنه معناها صعيبه لازمك تاخذ بايك من الاول صراحه معناها رينا النيفو نتاع الشامبيونات زير بارسا دي جور معناها دو كاليتي راجعوا يلعبوا لك في الشامبيونات زير مش تقوى الشامبيونات حتى كوتي معناها اكسبيريونس لازم خويا من الاول تاخذ بايك ما تقعدش بعد تعاني في الروتو تعرف مش ياخذ بايك من الاول يا روح يقع حتى مونتالمون تبدا ما مرتاح على لي كاليتي الحمد لله حاضرين وان شاء الله نوروا البلاد هذيا والثقه نتاع الجمهور نتاع الاداره اللي عطيتها فينا. شكرا. عايش خويا شكرا. اول حاجه نقول الحمد لله كملنا لافاز la troisième phase fait la préparation, la phase pré-compétitive. C'est le cinquième match. Alhamdulillah, volume de jeu كبير. On a choisi Farik Nchila باش نكون نلعبوا volume de jeu كبير. كنا مركزين على نقاط. النقاط اللي حابينهم سيرتو في l'animation offensive ou l'animation حتى نوصل l'animation défensive حتى l'offensive مشات مليح. Bon, alhamdulillah, le plus important, c'est ما عندناش لي صابات. التحضيرات كانت مليحه ونا فيها بون ستاج درنا كل شيء بزاف بقى شويه الانسجام القدام والتركيز لا فينيسيون نحاولوا نخدموا عليها ان شاء الله في الاسبوع الجاي هكذا نكونوا كملنا لا بريباراسيون تاعنا ان شاء الله يدخلوا في 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 احسن حال في 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 المقابله والمقابله الرسميه. ولكن فيما يخص المقابله شفنا دي بون شوز شفنا حاجات ايجابيه راح نبنيو عليهم وش كاين حاجات بعض الحاجات السلبيه راح نحاولوا نتفاداهم وهذا هو الفائده تاع المقابلات الوديه ان شاء الله. ستيتي ان تري 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 بوم تيست قدام اون ايكيب مليحه لو ريست ان شاء الله نتمنى ندخلوا البطوله بكل قوه ان شاء الله. يعطيك الصحه.